مغرب التاريخ تصنع التاريخ. المغرب في نصف نهائي كأس العالم. من هنا من القاهرة أذيع لحضراتكم عنوان التاريخ. اليوم يفرح الوطن العربي، ملايين في كل شبر من هذه الأرض الشريفة هتفوا باسم المغرب. رجال، أبطال، أسود في الملعب، ما وقفش قدامهم مودريتش ولا دي بروين ولا ديفيز ولا بيدري ولا حتى الأسطورة رونالدو. بونو وحكيمي وزياش ومرابط وأناحي ومعهم القائد الرجراجي وباقي الأسود كانوا أقوى، كانوا أفضل، كانوا عرب بدم حامي وروح تملى الدنيا حماس، زي فرس عربي أصيل كده، جميل ورائع وقوي وكسبان، محدش يسبقه، محدش يعديه. امبارح كنا متحمسين، اليوم كنا فخورين، وغدا حلم جديد، مشروع نهتف وراكم من غير سكوت. ديما مغرب، ديما مغرب.